لكن كالعادة نبدأ بموجز الأخبار. الأهلي يفوز على حرس الحدود بهدفين ويقترب من حسم لقب الدوري، ودجلة يتعادل مع المقاولون العرب 1-1، وهدف عالمي لطاهر محمد طاهر. مصر المقصة بقيادة إيهاب جلال يفوز على الاتحاد السكندري 3-1، وخصومات فورية 3% من قيمة عقود اللاعبين في الاتحاد. والإسماعيلي بعرض ولا أروع بيفوز على فريق مصر 4-0 في أول مباراة للعجوز وحمص. بالتوفيق. شفاء محمود حمد الونش وانتظامه في تدريبات الزمالك، وبرنامج تأهيلي لبن ساسي وأشرف بن شرقي. رسميا نادي بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الانجليزي بعقد لمده 5 سنين. وزي ما قلت لكم، نادي الاتحاد السكندري مجلس اداره بقياده الاستاذ محمد مصلحي قرر خصم 3% من قيمه عقود اللاعبين وايقاف جميع المستحقات الماليه لحين تحسن النتائج. الأخبار بدأت تتسرب من داخل الكاف، تأجيل لقاءات ذهاب دوري أبطال إفريقيا وأيضا الكونفدرالية إلى منتصف أكتوبر والعودة بعد أسبوع. منتخب أفريقيا الوسطى بيرفض السفر إلى المغرب لمواجهته في تصفيات الأمم الأفريقية، وبيطلب من الكاف تحديد دولة محايدة. أعتقد من حق المغرب طالما حضرتك هتكون في أمان يعني. ونادي الشباب السعودي وافق على طلب الجزائري جمال بالعمري بفسخ عقده مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته. وبدأت الجماهير تعود للمدرجات، الويفا بيخصص 6000 تذكرة لحضور السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية 24 سبتمبر المقبل بالمجر. استبطان بالكورونا في صفوف المان سيتي، رياض محرز نجمنا العربي الجزائري الكبير وإمريك لابورت، لكنه إن شاء الله الحالات مطمئنة. مشوار جديد لخميس رودريجيز، هذه المرة مع نادي إيفرتون الإنجليزي لمدة موسمين قادما من الريال. الانضباط هو الشعار في المنتخب الانجليزي تحت قياده ساوث جيت، استبعد فودن وجرينوود لاسباب اخلاقيه من معسكر المنتخب الانجليزي وطردهم خارج المعسكر. في اسبانيا رئيس الرابطه بيشدد على عدم عوده الجماهير الا بعد توافر لقاح كورونا. وميسي يظهر من جديد مع البارسا في أول تدريب بعد إعلان بقائه مع الفريق. دوري الكرة الطائرة يقترب من نهايته بفوز الأهلي على القناة 3-0 والزمالك على سبورتنج 3-1. وأخيراً نائب رئيس اللجنة الأولمبية بيؤكد إقامة دورة طوكيو العام المقبل بغض النظر في كورونا ولا مفيش.